السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلنا، وعقب وصلنا الفندق عطيت أغراضي وطلعت على شارع إكسبورت. طلعت على شارع إكسبورت قلت أتغدى مريح واستمتع. طبعا المطعم هذا كل ما أزور لندن لازم أزوره. المطعم طبعا في شارع إكسبورت وين أوميجا اللي في شارع إكسبورت، تأخذ قبلها يمين تدخل الشارع بعد المطعم على يمين. هذا شارع إكسبورت، هذه أوميجا، وهذا المطعم اللي بعد البقالة. طبعا المطعم فيه جلسات خارجية وداخلية كبير ما شاء الله. طلبنا في المطعم باستا وبيتزا ومعون شبس 2 ماي و2 بيبسي، طلع 41 باوند. اعتقد السعر معقول في لندن. شارع إكسبورت من اشهر الشوارع في بريطانيا، ومعروف الشارع هذا شارع الماركات العالمية. وهذا سلفر مجمع سلفر. دائما في بريطانيا والدول المتقدمة انك تنتبه لإشارة المرور، لابد ان تراها. اذا كانت خضراء تمر، اذا كانت حمراء ما تمر. هنا الدول الغربية يهتمون في اسمها في النظام، والنظام مهم في كل مكان لابد ان تحترمه. والحين دخلنا سلفرج. بارك انترناشنال هوتيل. دورة المياه لها مدخلين، مدخل مني تدخلها على الفرش. بسم الله حاطين لك الأغراض كاملة. الغرفة أكيد استمتعتم في منظرها ما شاء الله وطلالتها. الغرفة هذه أخذتها ب 460 دينار مدة 5 ليالي. سلبيات وإيجابيات الفندق هذا. طبعا من إيجابياته إن المكان هادي وجنبه كله خدمات، ومن سلبيات هذا الفندق إنه بعيد شوي عن أماكن سياحية إكسبورت اللي جوره، بس تقريبا مسافة كبيرة يعني 10 دقائق بالمتر. كل مسافة قصيرة، حتى إذا طلع له بالباص تقريبا ربع ساعة. طبعا باص واحد اللي هو رقم 74 على طول دايركت والراد نفس التجربة. الأماكن المهمة هني الأندر جراوند، المحطة قصدي الإشارة الثانية عند هيمي. تمام، تشوفون مطعم وش اسمه ومحل ما أدري شنو هذا. هذا مطعم، هذاك محل تلفونات، وهناك هم بعد مطاعم. واهم شيء خلف العماره هذيك سوبر ماركت. هذه ميزه حلوه بعد. تشوفون هذا باص 74 تقدر تركبه. هذا جاي من إكسبورت الحين ومن جوار رود ومن هارز نفس الطريقه. باص 74 يوديك من هارز إكسبورت وجوار رود ويردك هنا سوبر ماركت. دخلته التغطية ماش، لأن تدرون عاد توني جاي فلازم استكشاف أول شيء حوالي المنطقة. بس ما شاء الله مبين شرحي.
السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. انا قلت لكم البارح اني راح اقعد متاخر. المهم هذا فندقي، هذا شارع كريمر رود، هذا هو شارع كريمر رود الحيوي. طبعا قلت لكم امس ان هذا المطعم، هذا الفندق، هذا المطعم مقابل فندقي. طبعا المطعم هذا لبناني، شاورما وفلافل وحركات، حتى حلو حق بريكفاست وغدا وعشاء، شيء يعني. وتسكر متاخر بعد. هذه الاصناف، هذه الاصناف الداخليه عندهم. وهذا ابو سمره، هذا احلى مطعم بالدنيا طبعا. من الداخل مطعم ممتاز جدا. هذا محل التلفونات قلت لكم عنه اللي بنفس الشارع مقابل الفندق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ طبعا المحل شباب عربيين. هذا مطعم. طبعا محل التلفونات مقابل الفندق، هذا كله الحين مقابل الفندق مثلا. وهذه محطة الباصات 74 يقطك على الخدمات. وهذا مكتب إيجار شقق. السلام عليكم، يعطيكم العافية، سعد الله صباحكم. شباب عربيين وعندهم الشقق وأنواع الشقق كلها ويستاهلون. معجب الفندق ياخذ له شقة من هالمكان. هذا المساحة تترك ممكن اني واقف عند محطة الباص. انا نسيت امس لا اعلمكم شلون طريقة مالت حد الباصات والقطار واندر جراوند. طبعا هذا باصنا وصل في المركب بعدين. طريقة انك تطلع تذكرة الباص والقطار، تنزل اي محطة مترو تسري واحد وين محطة اندر جراوند، فما عليك إلا تنزل محطة الدقراط تحت تلقى أجهزة مكان مثل مكان السعد في البنك، فيها بطايق وطبعا فيها اللغة العربية. ضغط على الباص والمترو بس. تقريبا تذكر الوحدة 35 أو 32. ما قلت لكم البارح باص 74 طال عمرك يقطك لي على الهرز، على اكسفورد، على هايد بارك. حاليا هذا الهرز. طبعا هني شغل النسائي. طبعا اكثر عطورات احبها انا ديور. احب طبعا عندهم عطر ديورهم، عطر اصفهان. طبعا اصفهان اشتهى، لا تحطه بالصيف. ديورهم يجي نفس سكر هذا بس اسود. طبعا عطر سوفاج كويس وممتاز.
هذا طبعا البيك باص، الباص السياحي، تركبه فوق وتحط العربي رقم 10، هذا من العربي الامارات، علم الامارات حاطين تذكرته ب 35 باوند على الموقع، حجزت تذكرتي انا اعطاني ب 77 باوند. يا أخي سبحان الله، أنا دائما أستمتع في رحلة الباص يا أخي، أحس جو لندن غير. وهذا سعد بيج بن متوجه حاليا إلى لندن هناك. لما تركب باص السياحي يعطيك عروض، يقدم لك تبي تذكرة مدام توسو اللي هو متحف الشمع، وتبي تذكرة عين لندن. كان ابو نعرس غرفة نصها خايف ينعد، ما بشعتنا مثل تركت العس وقلنا بميلش العس مخبص ونادم تقبل. صنعوها في عام 1859، وكانت تستخدمها لقرض التنبيه ولقرض الإذاعات كمثل بي بي سي، اللي ضبط لضبط الوقت. طلع الفندق تقريبا ماشي دقيقتين. شوف ما شاء الله شنو قدام محطة مطاعم ستاربكس، طبعا من نية اتجاه حاليا في ميدان بيكيدلي، وهذا متحف صدق او لا تصدق مقابل الميدان بالضبط. ميدان بيكيدلي من اشهر الميادين في لندن، وشارع بيكيدلي من اشهر الشوارع، حيث يوجد فيه ماركات، تواجد فيه كل الماركات العالميه والاشياء الممتازه فيه. الميدان يعني ما ينصحون فيه التأخر بالليل، يعني على الساعة 12 وحدة يعني ما يفضل انك تكون فيه، لان ويكند وتبدأ المسخرة فيه والسكارة والسؤال دولة. وكذلك الميدان بكد اللي فيه عالم ام اند امز، هو الظاهر اسمه كذي ولا نقاط بدلية ما ادري، المهم بس ام اند امز اللي تعرفونه كاكاو. أنا بكل صراحة ما أنصح أحد يزور بيكيدلي في هذا الوقت، لأن مشكلة بصراحة يكثر فيه السكارة فطلعت منها.